السلام عليكم ورحمة الله شباب. فورد فيوجن موديل 2012 لمبة الإيرباك مضاءة. البعض يعتقد أنه بس إذا أضيئت لمبة الإيرباك أنه ما في عندنا عطل إلا في شريحة الدركسون. الصحيح لا، لازم تفحص بالكمبيوتر عشان تعرف إيش العطل. في بعض أنواع السيارات تكون فيها لمبتين، واحدة صفرة وواحدة حمراء بالنسبة لسيارات فورد، فتكون الصفرة للمقاعد الجانبية والحمراء للمقاعد الرئيسية أو عطل كامل في النظام. لكن في الفورد فيوجن ما في إلا لمبة واحدة وهذا لونها أصفر. فحصنا السيارة بالكمبيوتر وطلع عندنا ليفت سايد إيرباك في خلل. الليفت سايد إيرباك هذا هو اللي هو الجانبي، السيارة هذه فول أوبشن وفيها إيرباك. الإيرباك هذا ضفيرته فيها شيء خطأ والله أعلم. طبعا أبغاكم تلاحظون شيء، الآن أنا طفيت السيارة فتحت السويتش، راح أمسح الكود وشوفوا إيش يصير، راح يرجع مباشرة، وهذا غالبا دليل على وجود إما قطع أو تلف كامل. شوفوا اللمبة الآن إيش راح يصير فيها لما أمسح الكود، شوفوا إيش يصير، طفت ورجعت إيش تولع على طول قبل ما أشغل السيارة، قبل ما أسوي أي شيء. هذا دائما معناه إنه في خلل كامل، يعني الإيرباك هذا الجانبي لا يعمل الآن نهائيا، إما إنه تالف تماما إما إنه مقطوع الواير حقه، وعلى الأغلب مقطوع الواير حقه. طيب لو نلاحظ أنه اللمبة هذه اللي تيجي في المنتصف، بحاول أشغل لكم إياها الآن حقت أنه تعلمك أنه في راكب أو لا، انطفأت. فدائما إذا صارت في أعطال في نظام الإيرباك ممكن يدخل على مود ما يخلي اللمبة هذه تشتغل ويخلي النظام حق قياس وزن الراكب متعطل. لاحظوا هذه اللمبة اللي أقصدها. وفي بعض أنواع السيارات تكون في المراية فوق، وفي بعض أنواع السيارات تكون على جهة اليمين مثل سيارات فورد القديمة. طيب عشان أتأكد أنه هذا النظام سليم 100% بوريكم كيف نفحصه بالكمبيوتر. في عندنا بالنسبة للإيرباك في السيارة هذه في جزئين، في عندنا الجزء اللي إحنا كنا شغالين عليه الآن، وفي عندنا هذا الإكوبنت كلاسيفيكيشن سيستم، هذا حق تصنيف المقاعد أو شيء من هذا القبيل، راح نفحصه. ريد فولت كود ونشوف ايش الاكواد اللي راح تظهر لنا. ما راح يظهر لنا غالبا اي كود، انا فحصته قبل الامانة قبل ما نظهر معاكم، ولكن خلينا نشوف عشان نوريكم وتتأكدوا انه ذرار نو دياغنوستيك ترابل كودز، يعني ما في اي خلل. طب ليش اللمبة ما اشتغلت بشكل صحيح؟ بسبب الخلل اللي في الكنترول الرئيسي. فاذا لا نشتغل في الحالة هذه الا بس في الايرباك الجانبي الين نحل المشكلة. وين هو الكنترول حق الايرباك الرئيسي؟ بوريكم اياه الان. هذا هو الكنترول حق الايرباك الرئيسي اللي اسمه RCM. هذا هو اللي كان ظاهر فيه الكود قبل قليل. لاحظوا حوريكم الكود نفسه. فدائما الحكم المبدئي احيانا يعطيك انطباع خطأ. انا اول ما شفت اللمبة حقت البسنجر مو والعة قلت للرجل اللي هو صديقي طبعا انه ترى غالبا مشكلتك في مقعد الراكب، لكن يوم رحنا نفحص اتضحنا انه هذا الكلام غير صحيح والخلل في الايرباك الجانبي زي ما وريتكم. رجعنا لكم يا شباب عشان نسولف شوية حول الإيرباك بحكم أنه حسيت أنه موضوع مثير للاهتمام. طبعا كلام الأخوان اللي يقولون أن الإيرباك ما رح يفتح في هذه الحالة من العطل غير صحيح. لو لا قدر الله صار للسيارة هذه حادث رح يفتح الإيرباك. ولكن قبل ما نبدأ الدردشة شوفوا هذا المقطع. ما رح أشرح بشكل تفصيلي ولكن شرح سريع. أول ما ظهر الإيرباك كان مجرد إيرباك، حساسات في الصدام، انصدمت السيارة، انضرب الحساس يخرج الإيرباك، وهذا أساسه العلمي والعملي. ولكن بعدها تطورت الأنظمة وصار في عندنا شيء اسمه SRS، وصار عندنا شيء اسمه RCM، وصار عندنا شيء اسمه بري سيف، وصار عندنا شيء اسمه بري كراش. طب إيش هي هذه؟ هذه أنظمة حماية وأمان لسلامة الركاب، يعني منظومة كاملة وجزء منها هو الإيرباك أو الوسائد الهوائية.
طبعا كل نظام يختلف عن الآخر في عمله، وهذه في الأخير كلها أسماء تجارية، ممكن تلقى سيارة عن سيارة الاسم فيها مختلف. طيب إيش علاقة مقعد الراكب والمقاعد الخلفية والستائر الجانبية ومتى تطلع وكيف تفتح؟ حطوا حساس رئيسي موجود في مقعد الراكب يقيس الوزن، فإذا في راكب وصار حادث مروري لا قدر الله راح يطلع إيرباق السائق وإيرباق الراكب، ولكن في بعض الحالات ممكن تطلع كل الإيرباقات حتى لو ما كان في ركاب. كيف وليش راح أقول لكم إياها، ولكن خلينا نرجع للمعلومة تداولت من زمان بشكل خاطئ أنه إذا أنت مو رابط حزام الأمان ما راح يفتح الإيرباق. الكلام هذا غير صحيح بالنسبة للسائق لأغلب أنواع السيارات، لربما في بعض السيارات تشتغل بالشكل هذا ولكنها قديمة جدا وغبية وما أظنها دخلت عندنا السعودية، لأنه عمر السيارة ما راح تمشي بدون سائق، إذا أي حادث إرباق السائق راح يطلع. إذا في حالة الفيوجن اللي عندنا كالتالي، لو كان العطل في الكنترول الرئيسي اللي يشغل الإرباقات أو اللي يسيطر على عمل الإرباقات، هنا نقول ممكن لو لا قدر الله صار حادث مروري ما راح تطلع، ولكن الكنترول الرئيسي سليم والحساسات حقة الاصطدام سليمة، لو كانت حساسات الاصطدام فيها مشكلة وانضربت ممكن ما تطلع الإرباقات، لكن النظام الرئيسي شغال، الكنترول شغال، حساسات الصدام شغالة، إذا لو لا قدر الله صار حادث مروري راح تطلع كل الإيرباقات ما عدا الإيرباق اللي كان متعطل في الجنب. وللمعلومية تواصلوا معي كثير من الشباب وقالوا لي أصلا الفيوجن الستاندر جاية كاملة الإيرباقات. طيب ليش طلعت إيرباقات الإف جي كروزر بدون ما يصير فيه حادث مروري؟ اللي يبغاكم تعرفوه يا شباب أنه أنظمة السلامة الحديثة في السيارات في لها حساسات أخرى ممكن ما تشوفها أنت بعينك ولا قد مرت عليك. نأخذ مثال، في حساس أو سنسور اسمه يوريت سنسور يقيس ميول السيارة للأمام وللخلف، وفي أكسلريتور سنسور يقيس التسارع ويقيس التباطؤ، فلو لا قدر الله قفزت السيارة من مكان زي ما صار في الـ FG كروزر هو يعرف أنه السيارة خرجت عن الطريق، فشوفوا إلى وين وصل السنس أو الحساسية في الموضوع انه يفتح الايرباك حتى بدون حادث. طب ليش صارت في الاف جي كروزر؟ لانه هذا النوع من السيارات في بعضها تستخدم سويتش خاص يقول لك اذا انت بتطلع اوف رود بتطلع تطعس ولا شيء لازم تسوي اوف لهذا النظام علشان ما ينفجر الايرباك بشكل خاطئ. عشان كذا في بعض انواع السيارات الحديثه من كثر ما هو ذكي النظام ممكن تنزلك سيارتك بشكل مفاجئ وقبل ما تصدم راح تطلع الإيرباقات، لأن النظام فهم أنه هذا خطر وهذا حادث مروري قادم، فتخيلوا أنه يستبق الحادث. عشان كذا في أنظمة في مرسيدس بنز اسمها بري سيف موجودة من التسعينات، من 99 أو حتى قبلها موجودة فيها هذه الأنظمة، وفي موجود البري كراش سيستم موجود في لكزس وموجود في بي ام دبليو، موجود حتى في بعض سيارات هنداي الفاخرة. خذوا معي هذه القصة المضحكة، هقول لكم قصتين وحدخل كمان في أعماق النظام بشكل أكبر. أنظمة اليوريت سنسور اعتبروها إيش؟ جيروسكوب. هذا الجيروسكوب إذا ميل كذا ميلت السيارة للأمام، إذا ميل كذا ميلت السيارة للخلف، إذا انزاحت كذا بسرعة تسارعت لليسار بشكل سريع معناته انصدمت من اليمين، إذا تسارعت بالشكل هذا على اليمين معناته انصدمت السيارة من اليسار حتى لو ما جت الضربة على حساس الإيرباك. طب لكم أن تتخيلوا أنه في بعض أنواع السيارات وأذكر منها هوندا الكنترول حق الإيرباك نفسه اليوريت سنسور داخله، فتخيلوا يوم من الأيام كهربائي كان قاعد يشتغل وقام فك الكنترول هذا وفياشه راكبة وقلبه عشان يبغى يشيك شغله، فقعد فوجه كل الإيرباكات لأنه هذا الكنترول بداخله جيروسكوب أو يوريت سنسور. خذوا القصة الثانية هذه وبعدها ندخل كمان في الأعماق. فورشنر لأحد متابعينا تواصل معايا من الرياض، راح ولف فيه بعض الأنظمة واللمبات وبعدها تفاجأ أن الاي بي اس يشتغل بشكل خطأ، رجع للناس اللي اشتغلوا له وحاولوا بأكثر من طريقة وما انحلت المشكلة. لكم أن تتخيلوا أنه في حساس تحت مقعد الراكب الأمامي الأيمن في هذاك الفورشنر يعمل بنفس الطريقة، إذا ميل يمين يعني ميلت السيارة يمين، ميل يسار يعني ميلت السيارة يسار وهكذا، ومرتبط عمله بنظام الـ ABS عشان يعرف الـ ABS أن السيارة ميلت. إذا هذه الأنظمة تزود الكنترولات الأخرى بالبيانات مثل الـ ABS ومثل أنظمة الإيرباك. إيش سووا اللي ولفوا؟ لقوا أن المكان ضيق قاموا فكوا الحساس هذا ونقلوا مكانه وثبتوه،
فصارت الحسابات خاطئة، لأنه هو حساباته مبنية على موقع محدد، إذا تغير ما راح يقيس الميول بشكل صحيح. فلذلك رجعوا لمكانه، صار يحسب بشكل صحيح، وصار الاي بي اس يشتغل بطريقة صحيحة. أول لما كان في غير مكانه كان لما يمسك بريك يشتغل الاي بي اس، لأن الاي بي اس يعتقد أن السيارة ميلت. فإذا حتى نظام الاي بي اس ترى ما بس يقيس سرعة كفرات، صار متطور جدا، يعرف السيارة ميلت، يعرف السيارة قفزت، يعرف السيارة قاعدة تفحط بناء على الدفرنس. يعني تطور كبير واشتراك كبير في تبادل المعلومات بين كنترولات السيارة باستخدام شبكة الكامبس والكان كوميونيكيشن اللي دائما أتكلم لكم عنها وأتكلم لكم عن تعقيدها. طيب لكم أن تتخيلون في سيارات من سيارات فورد على سبيل المثال، أشهرها فورد إكسبلورر، إذا غيرنا كنترول الـ ABS اللي اسمه ABS Control Module اللي طالعة منه البايبات حقت الزيت، تولع لمبة الأيرباك ويطلع لك Please Check RCM اللي هو نظام القيود بالعربي اسمه، اللي هو القيود على حركة السيارة وأنظمة السلامة. والسبب أنه رقم الهيكل اللي مسجل فيه ما يعرف مواصفات السيارة، فعشان كذا يقول لك أنا ما أعرف وزن السيارة ولا أعرف سرعتها وتسارعها، لازم تعرفني إياها بشكل صحيح علشان أنا كABS أنا مسؤول عن RCM كنظام، عشان إذا انزلقت السيارة أرسل للإيرباك كنترول أنه ترى ممكن يصير في حادث، خليك جاهز عشان تفتح. فشوفوا وين وصل التطور. طيب تخيلوا أن الإيرباك كمان مرتبط بكنترول الدبل، وكمان مرتبط بكنترول طرمبة البنزين، وكمان مرتبط في بعض أنواع السيارات الحديثة بالرادار. ليش؟ أنت مشغل رادار واقتربت من السيارة اللي قدامك بشكل مفاجئ، البري سيف ما قبل الاصطدام يرسل للكنترولات ترى الرجال قرب من السيارة اللي قدامه، ممكن لا قدر الله يصير حادث في أي لحظة، فخليك جاهز ويبدأ يضبط أموره. طب ليش مرتبط بالدبل؟ عشان إذا شغلت الدبل يعرف أنك طالع الطعس، طالع مكان خطر، إذا ميلت السيارة بحدود معينة ما عنده مشكلة، يتجاهل هذا الموضوع. بينما نفس الميول بدون ما تكون مشغل الدبل راح يفهم أنك على الطريق، وراح يفهم أن السيارة ممكن تنقلب. بعض السيارات أعيد وأكرر لها سويتش أو مفتاح تطفي الإيرباك إذا بتطلع الطعس، بعض السيارات لا، تعتمد على الذكاء بالطريقة اللي أنا ذكرت لكم إياها، أنه شغل الدبل يعني هذا طالع يطعس، تعتمد على السرعة، تعرف أنت كم ماشي، مستحيل أحد يطعس بالسرعة هاي. إذن هي قوانين وذكاء مثل ذكاء البشر، بالأخير البشر هم اللي علموه، يعتمدون فيها على المنطق ويحاولون يحافظون على سلامة الركاب بأكبر قدر ممكن، وعلى توفير التكاليف بعد الحوادث المرورية بأكبر قدر ممكن. صدمة السيارة ما فيها إلا السائق، إذا ما في حاجة للإيرباقات الثانية ممكن ما يفتحها، لأن قلبت السيارة راح يفتح كل الإيرباقات، لأنه ما هو عارف ممكن يطير السائق من مكانه كاحتياط، ولو أنه أصلا يعرف أنك أنت رابط الحزام. ولكن اللي لازم تعرفوه أنه حتى وضع الإيرباق حتى لو بيفتح إذا أنت رابط الحزام راح ممكن يكون الوضع غير إذا أنت مو رابط الحزام، لأنه بذكاء المصممين إذا أنت رابط الحزام إمكانية أنك تطير من مكانك أقل من إذا أنك مو رابط الحزام. هذه نبذة سريعة، ممكن بعضها ما كان شرح علمي دقيق ولكنه شرح نظري سهل عشان تفهموه، أتمنى أنكم استفدتم منه. وختاما أستودعكم الله ونلتقي في مواضيع أخرى قادمة، وإذا أعجبكم الموضوع ممكن أنقله لكم على اليوتيوب. في أمان الله.